توفيت والدتي بعد أن أصابها مرض في مفاصلها، فكانت لا تصلي في فترة المرض، وكذلك فقد أفطرت بعض أيام من رمضان لعدة سنوات بسبب العذر الشرعي، ولكنها كانت لا تقضي جهلا بحكم وجوب قضاء الصوم. فبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة 5 سنوات إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها، وأن الصلاة لا تقضى عن أحد. فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن وإهداء ثوابه لها وإلى التصدق عنها. ولكن بالنسبة للصيام، هل يجوز أن نصوم عنها أم نكفر أم ماذا نفعل؟ أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض، هذا أمر لا يجوز. لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة مهما بلغ به المرض ما دام عقله ثابتا، وإنما يصلي على حسب حاله وحسب ما يستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمريض يصلي على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء. أما أن يترك الصلاة بحجة المرض فهذا أمر خطير، ولا يجوز ترك الصلاة بحال. فوالدتكم أخطأت في تركها للصلاة، ولكن لعلها تعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل لها وليها ومن حولها، يسألون أهل العلم. أما أن يتساهل في الأمر ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوال الجهال، هذا أمر خطير جدا. وكما ذكرتم، الصلاة لا تقضى لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل. أما الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا متعين، الإطعام متعين، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد المعتاد. وإذا قضيتم عنها مع الإطعام فلا بأس بذلك، ونرجو أن ينفعها ذلك إن شاء الله. نعم. كم مقدار الصاع بالكيلو لو قدرناه تقريبا؟ تقريبا الصاع 3 كيلو، يعني يعطى كل مسكين كيلو ونصف. كيلو ونصف تقريبا. نعم. من أوسط طعام البلد. من معتاد طعام البلد. نعم.